الأسايمنت الأخير لمادة الشبكات How to create an ad hoc network الجروب الحقي المقدم الأسايمنت طالب حسين رزاق. Ad hoc تعني مؤقتة أو مرتجلة. So a wireless ad hoc network WANT is a type of one-demand هي نوع من شبكة من جهاز إلى جهاز حسب الطلب تكون مرتجلة في وضع الإقران. يمكن إعداد اتصال لاسلكي مباشر بجهاز كمبيوتر وجهاز آخر دون الحاجة إلى اتصال بنقطة وصول واي فاي أو جهاز راوتر. نظرا لطبيعة الاتصال المخصصة الذي لا يحتاج إلى بنية تحتية قائمة للحفاظ على الشبكة فهو لا مركزي تماما ويعتبر شبكة بير تو بير. بدلا من استخدام جهاز إدارة مركزي مثل جهاز الراوتر حيث تتدفق بيانات الشبكة باستمرار إلى الداخل والخارج قبل وبعد الوصول إلى الأجهزة التابعة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. تقوم كل نودز تشكيل الشبكة المخصصة بإعادة توجيه البيانات بالتساوي في جميع أنحاء البناء. Wireless Ad hoc Network Details فيما يلي بعض الفيتشرز and users benefits and disadvantage of ad hoc networks. المعدات الباهظة الثمن ليس ضرورية لإنشاء شبكة مخصصة أثناء التنقل. There is not single point of failures in an ad hoc network. لا توجد نقطة فشل واحدة في شبكة مخصصة. Ad hoc network are useful when you need to share file or other data directly with another computer but don't have access to Wi-Fi network. تعد شبكة الإقران مفيدة عندما تحتاج إلى مشاركة الملفات أو البيانات الأخرى مباشرة مع كمبيوتر آخر ولكن لا يمكنك الوصول إلى شبكة الواي-فاي. في حالات الطوارئ حيث تكون الشبكة اللاسلكية مناسبة ولكن لا توجد شبكة أساسية لاستخدامها تنتشر الشبكات اللاسلكية المخصصة بسرعة وتنتج نتائج مماثلة. ممكن توصيل أكثر من كمبيوتر محمول لابتوب بواسطة بواحدة من الشبكات المخصصة الاد هوك نتورك طالما تكون جميع بطاقات configured for ad hoc mode and connected to the same SSID the computers need to be within 100 meters of each other. يقول يجب أن تكون أجهزة الكمبيوتر في نطاق 100 متر من بعضها البعض. يمكنك استخدام شبكة لاسلكية مخصصة لمشاركة اتصال انترنت بجهاز الكمبيوتر الخاص بك مع كمبيوتر آخر ولا يوجد مركز إدارة مركزي حيث يمكن التحكم في جميع الأجهزة. Type of Wireless Ad hoc Network Wireless Ad hoc Network are categorized into different classes. Here are a few examples. يقول يتم تصنيف الشبكات اللاسلكية المخصصة إلى فئات مختلفة فيما يلي بعض الأمثلة: موبايل أد هوك نتورك، المانت، شبكة الجوال أو الهاتف المخصصة اللي يسموها المانت، شبكة مخصصة من أجهزة الجوال، شبكة المركبات المخصصة الفانت
تستخدم للتواصل بين المركبات وتستخدم ادفانس الارتيفيكال انتليجنت انت ادوك تكنولوجي تو كوميونيكيشن وات شود بي هابين ديورينج اكسيدنت. تستخدم الذكاء الصناعي والتقنيات المخصصة لتوصيل ما يجب أن يحدث أثناء الحوادث. سمارت فون أدوك نتورك لسبان وايرلس أدوك نتورك كريت أن سمارت فون فا إكزاكس تكنولوجيس لايك واي فاي أند بلوتوث. شبكة لاسلكية مخصصة تم إنشائها على الهواتف الذكية عبر التقنيات الحالية مثل الواي فاي والبلوتوث. الشبكة المعشقة اللاسلكية. الشبكة المعشقة هي شبكة مخصصة حيث تكون العقد المختلفة في اتصال مباشر مع بعضها البعض لترحيل المعلومات عبر الشبكة الإجمالية. Army Tactical Mint التكتيك العسكري أو تكتيكات الجيش اللي تسمى بالمنت. تستخدم الشبكة اللاسلكية التكتيكية المخصصة في الجيش للاتصال أثناء التنقل على النطاق والتشغيل الفوري لإنشاء الشبكة عند الحاجة. وايرلس سنسر نتورك الشبكة المستشعرات اللاسلكية. يمكن لأجهزة الاستشعار التي تجمع كل شيء من قراءات درجة الحرارة والضغط إلى مستويات الضوضاء والرطوبة أن تشكل شبكة مخصصة لتوصيل المعلومات إلى قاعدة منزلية دون الحاجة للاتصال بها مباشرة. وأخيرا شبكة مخصصة لإنقاذ في حالات الكوارث. تعد الشبكة المخصصة مهمة عندما تحدث الكوارث ولا تعمل أجهزة اتصال قائمة بشكل صحيح. أدوك وايرلس نتورك ليمتيشن مقيدات الشبكة اللاسلكية المخصصة For file and printer sharing all users need to be in the same work group or if one computer is jointed to a domain. The other users have to have accounted on that computer in order to access shared items. لمشاركة الملفات والطابعات يجب أن يكون جميع المستخدمين في نفس المجموعة العمل. وإذا كان أحد أجهزة الكمبيوتر منضما إلى مجال يجب أن يكون لدى المستخدمين الآخرين حسابات على الكمبيوتر من أجل وصول إلى العناصر المشتركة. Other limitation المقيد الآخر For ADUC wireless network include the lock for security and slow data rate. الشبكات اللاسلكية المخصصة لافتقار إلى الأمان وبطء معدل البيانات. يوفر الوضع المخصص الحد الأدنى من الأمان. إذا دخل أحد المهاجمين في نطاق شبكة المخصصة فلن يواجه أي مشكلة في الاتصال. الآن set up an ADUC network Windows 10 and 8.1. شون ننشئ شبكة على الويندوز 10 والويندوز 8. ويندوز 10 يحتوي في الواقع على ميزة شبكة مخصصة مناسبة، ومع ذلك يمكن إنشاء شبكة تشبه تصرف مثل ميزة الشبكة المخصصة في الإصدارات السابقة من ويندوز. قبل إعداد شبكة مخصصة على نظامي الشبكة ويندوز 10 and 8.1 will needed Windows and client computer with wireless network adapters. سوف نحتاج إلى أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام الويندوز
وأجهزة كمبيوتر مع محولات شبكة لاسلكية. Step 1 Go to Windows Desktop Search and Enter Command Prompt. نذهب إلى البحث على الويندوز وندخل على الموجه الأوامر Command Prompt، نقف عنده. Step 2 Right click to command prompt result then select run as administer. ننقر بالماوس الأيمن فوق نتيجة موجه الأوامر ثم نحدده كمسؤول. حدد التشغيل كمسؤول. Step 3 Enter the following command in the command line for the SSID يساوي variable replace adduct network with the name for your network for the key يساوي variable replace your password with the password for your network. ندخل الأمر التالي في سطر الأوامر بالنسبة للـ SSID راح يسوينا المتغير المطلوب اللي هو راح نعطيه adduct network واستبدال شبكتنا بشبكة adduct network وكذلك نختار المفتاح أو الباسورد ككلمة دخول للشبكة الخاصة. Enter the following command to start the network. ندخل الأمر التالي بعد أن دخلنا الأمر السابق وأعطانا النتيجة result successful بالنجاح. ندخل الأمر التالي اللي هو نتاش ولان ستارت هوست هوستد نتورك. نقوم بتصغير نافذة موجه الأوامر أو إغلاقها ثم نفتح لوحة الكنترول بانل. في كنترول بانل نختار نتورك اند انترنت. ستيب 7 سيلكت نتورك اند شيرينج Center. Step 8 Select Change Adapter Setting. Step 9 في قائمة محولات الشبكة على الكمبيوتر ننقر بالزر الماوس الأيمن فوق المحول الذي تتصل به ثم نختار الـ Properties الخصائص. Step 10 ننتقل إلى علامة التبويب Sharing. Step 11 نحدد Select the allow other network users to connected through this computer internet connection checkbox then select the home networks. نحدد خانة اختيار السماح للمستخدمين الشبكة الأخرى باتصال عبر اتصال انترنت لهذا الكمبيوتر ثم نحدد الشبكة المنزلية من خلال الاتصال المسدل واختار الواجهة من الشبكة المخصصة. Step 12 Select OK to save the change يعني نحدد موافق لحفظ التغييرات الجديدة. Step 13 Return the network and sharing center to the verify that the adduct network is connected to the internet through the other interface. نرجع إلى واجهة Network and Sharing Center مركز الشبكة والمشاركة للتحقق من الشبكة المخصصة متصلة بالإنترنت من خلال الواجهة الأخرى. والستيب 14 آخر خطوة You can now connect to your computers on adduct network. يمكنك الآن الاتصال بالشبكة المخصصة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. هذا بشكل نظري. ننتقل إلى التطبيق العملي لربط حاسبتين بشكل عملي مع بعضهما في ننتقل إلى الجانب العملي لتصوير حاسبتين بشكل عملي
نخلق شبكة في إحدى الحاسبات ونخلق ونربط الشبكة الحاسبة الثانية مع الشبكة اللي راح نخلقها. بالبداية نروح إلى موجه الأوامر الكوماند برومبت، ننقر بالزر الأيمن نختار Run as Administrator. قل له يس ونكتب الأمر اللي خاص في خلق الشبكة. Low. SSID. Adoc. Network. نخلي كلمة مرور للشبكة. الانتر. نكتب الأمر الثاني لبدء الشبكة. الآن بدأت الشبكة خلقناها، هسه نغلق هذه الواجهة ونروح إلى الكنترول بانل، ندخل على واجهة الكنترول بانل ونختار نتورك أند إنترنت، بعدين نختار نتورك أند شيرينج سنتر وإلى تشينج أدابتر سيتينج. هاي الشبكة اللي خلقناها، بالكليك الأيمن نختار Properties خصائصها، ثم إلى التبويب Sharing ونهمش على هذا Allow Other حتى تكون معروفة لدى باقي الحاسبات واي فاي، ونقول له أوكي. هسه شغلنا هاي الشبكة اللي خلقناها، اشتغلت. نروح على الحاسبة الثانية ونختار الشبكة، هاي الشبكة الجديدة اللي خلقناها الأدوك نتورك، ونكنك عليه ونقول له كونكت، وندخل كلمة المرور راح يشبك على الحاسبة اللي خلقنا بيها الشبكة، هاي الحاسبة الثانية. وبهاي الحالة طبقنا بشكل عملي كيفية ربط حاسبتين على شبكة
جديدة وشكرا.